من أجل إيصال صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية والمعاناة ديالهم للمجتمع المغربي وخاصة للمسؤولين والمتدخلين من أجل حماية ضحايا الاعتداءات الجنسية. اليوم قررت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تنظيم هذه الندوة الصحفية من أجل تسليط الضوء على حصيلة عمل الجمعية لمدة 3 سنوات. تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كان بتاريخ 10 أبريل 2021، يعني منذ 3 سنوات حصيلة هامة وإيجابية جدا بالنسبة لنا كمكتب تنفيذي الجمعية وبالنسبة لجميع أعضاء الجمعية في إطار الدفاع وحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية وتكفل بهم وتتبع ملفاتهم وكذلك تتبع حتى على المستوى النفسي. طبعا بادرت الجمعية لكي يعرفها يعني الجميع أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا هي أول إطار مدني وطني قرر، ونحن نعرف أننا اخترنا اختيارا صعبا هو الدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية، ويعرف الجميع أن الحديث عن الجرائم الجنسية والاعتداءات الجنسية هي من الطابوهات داخل المجتمع المغربي كما هي من الطابوهات داخل مجتمعات أخرى، حتى المجتمعات الغربية كذلك تعاني من هذا الإشكال للحديث عن كل ما هو يتعلق بالاعتداءات الجنسية وضحايا الاعتداءات الجنسية. طبعا البادرة كانت بعد من خلال بعض الملفات التي تكفلت أو تكفل مجموعة من المحامين والحقوقيين للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية سنة 2020 و2021، وحتى قبل 2020 يعني قبل الجائحة كانت مجموعة من الملفات التي تكفل بها مجموعة من الحقوقيين والمحامين للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية. طبعا كانت البادرة من خلال هذه الملفات إلى تفكير في تأسيس إطار مدني، بل استقبلنا من طرفها بالبرلمان فرق الأحزاب السياسية لا سواء في المعارضة ولا سواء في الأغلبية في الولاية السابقة، لم نلقى منهم إلا الدعم من أجل الاستمرار في تفكير تأسيس هذا الإطار بعد ما تم عرض مجموعة من المشاكل التي يتعرض لها ضحايا الاعتداءات الجنسية. سيد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان رحمة الله عليه السي أحمد شوقي بن يوب الذي استقبلنا كذلك، وكان هناك نقاش قوي وإيجابي جدا لتأسيس هذا الإطار المدني، وكان من الناس الذين شجعوا هاد الحقوقيين والمحامين لأجل تأسيس إطار مدني. رجال ونساء الإعلام ساهموا بشكل كبير في العمل ديال الجمعية المغربية لحقوق الضحايا من خلال تتبع ملفاتها، من خلال تتبع وضعية ضحايا الاعتداءات الجنسية، ومن خلال تشجيع كذلك وإيصال الصوت لأنكم تساهمون في هدف نبيل اللي هو من أهداف الجمعية، هو التحسيس عندما يتم يعني صعوبات وعراقيل في هذا الإطار. طبعا مسار 3 سنوات للجمعية المغربية لحقوق الضحايا تخلله عمل كبير لهذه الجمعية، تخلله كذلك استقبال والاستماع والإنصات لضحايا الاعتداءات الجنسية، خاصة كما قلت في بالنسبة لحليمة بوزيان اللي غادي تاخذ كلمة كذلك في هذا الباب من بعد الحصيلة، غادي تكون مجموعة ديال المداخلات لأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، الدكتور مهدي منير أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالرباط، وطبعا صديق الجمعية صديقنا محامية عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وصديقتنا قيدومتنا المناضلة في إطار أولا تترأس الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وهي كذلك نائبة رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، يعني كفاءات نسائية ورجال غريب في هذا اللقاء. اللهم من تعذر عليهم الحضور
طبعا ظروف شخصيه او مهنيه. الاستاذه لبنى من مراكش، الاستاذ ادم كذلك من مراكش، مرحبا. يعني العمل كان عمل تشاركي بين جميع اعضاء الجمعيه، ولكن كان نظرا للخصائص مجموعه من الممرضات من الدار البيضاء، سواء اولياء اطفال ضحايا الاعتداءات الجنسيه وطفلات ضحايا الاعتداءات الجنسيه، اب سناء طفله طفل، سناء اللي تعرضت كذلك، والجميع تتبع الملف ديالها وهو حاضر بينكم، ويمكن من بعد تاخذوا منهم تصريحات. طبعا اللي عنده الرغبه انه يدلي الصحافه بتصريح حسب مجموعه، كاين الشاب ادم، الجميع يعرف الملف الشاب ادم الذي تعرض للاعتداءات الجنسيه بطبيعه الحال، ولم يتم قبول شكواه داخل المجتمع، ما زال الذكورية تسوده ولا يقبل يعني قبول ان شاب تعرض للاعتداء الجنسي. ان اقول طبعا مجموعه من الملفات التي تكلفت بها الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا، واللي اغلب ضحايا الاعتداءات الجنسيه، كنعطيكم ارقام، بالنسبه لاغلبيه الملفات هي لاطفال، اطفال ضحايا الاعتداءات الجنسيه وطفلات، واللي منذ ابريل 2003 ملفات في الرباط، ملفين في مراكش، 4 ملفات في اسفي، ملف في سطات، جوج الملفات. يعني هذا من بين الملفات اللي تكفلت فيهم الجمعيه المغربيه لحقوق الضحايا بالنسبه للاطفال. هذا من ضمن الملفات، واللي دفع الطفلات في عمر 5 سنوات في ضحايا الاعتداءات الجنسيه امام المحاكم. لا يستوعبنا ما معنى الاعتداء الجنسي ولا اللمس الذي تعرضنا له، ولا يعني الاثار لهذا الاعتداء بادية على الوضعية النفسية للطفلات والأطفال، ولكن على مستوى وبالنسبة للأمن فيما يخص الأطفال، لأنه هذو فئات كما قلت هشة، وبالتالي كتحتاج لواحد التعامل استثنائي وعنده خصوصية، وبالتالي نلتمس في هذا الباب أنه يكون هناك يعني تكوين لأطر متخصصة للتعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، ويحتاجون ضحايا الاعتداءات الجنسية أن نواكب خاصة هذا الجانب المتعلق بالمتابعة النفسية اللي كتحتاج إمكانيات وكتحتاج أطر. وكما قلت معنا الطبيبة النفسية الشابة حليمة بوزيان، كذلك نلجأ إلى أطباء في القطاع الخاص اللي كيساهموا كذلك وكيبادروا، إضافة إلى أطباء مجالات أخرى كانت لهم كذلك الرغبة في دعم ملفات الجنس مقابل النقاط. عندنا كذلك خاصة في مجال العمل يمكن أن نشير إلى الاعتداءات الجنسية التي ترتكب في أماكن العمل داخل الغرف التي أبوابها مغلقة في العمل، في كذلك في مراكز التكوين، وفي هذا الباب كانت مؤسسة التكوين خاصة من بعد النقاش الكبير الذي كان داخل المجتمع المغربي اللي عرفته الجامعات المغربية، وتعرض مجموعة من الطالبات لاعتداءات جنسية. نقول كذلك في هذا الباب لأنه أكثر من 30 يعني من لجأوا إلى الجمعية المغربية، هناك تشجيع التبليغ، ما كاينش هناك سهولة الولوج إلى العدالة لتشجيع التبليغ، أكثر من هذا هناك أحكام قضائية مخففة تشجع على الإفلات من العقاب، وتشجع على التزام الصمت من طرف الضحايا. وانتم عاينتوا كمتتبعين وكصحافة ملفات، لا سواء خاصة نتحدث عن هاتك عرض، ونحن نطالب باعتبار كل أفعال الاعتداءات الجنسية اللي في القانون الجنائي اغتصابا، ليس هناك تمييز بين هاتك عرض واغتصاب، هي كلها أفعال اغتصاب، هي اعتداء جنسي سواء على طفل سواء على امرأة سواء على رجل. وكل اعتداء جنسي خاصة بالنسبة للأطفال يكون بالعنف، ولا مجال للحديث تمييز بين نصوص القانون الجنائي
في وجود العنف من عدمه بالنسبة للأطفال القصيرين. ومعنا الأستاذ مهدي منير، سيفصل أستاذ الحقوق بكلية الحقوق، يفصل في هذا الباب. يعني نحن في المجال المهني والعملي نتابع يوميا هذه الأحداث من أجل تبني هذا الملفات، لأنه طبعا المحيط ككل، الوضع الاجتماعي السوسيو ثقافي والمورود الثقافي والعامل الديني والأمية والفقر، كلها مجموعة من العوامل اللي كتساهم في يعني أحيانا إسكات صوت ضحايا الاعتداءات الجنسية عن تبليغ. استراتيجيات في هذه القاعة قريبا وضعنا استراتيجيات الجمعية المغربية لحقوق الضحايا من أجل الحماية، وشعار كان من مقترح الأستاذ المهدي منير ديال البركة من السكات، اللي هو الشعار ديال الجمعية لتشجيع على التبليغ على الاعتداءات الجنسية. إلا تشجعنا وحنا شفنا اليوم كتكون هناك اتصالات كثيرة استراتيجية للجمعية، ومن بعد وضعنا طبعا ديبلون داكسيون في اجتماعات حضرها خبراء و يعني الأطر الجمعية، وكان الهدف الأساسي هو أنه الحماية ديال ضحايا الاعتداءات الجنسية هدف أساسي بالنسبة لنا، وأهداف تتفرع طبعا من أجل بنيناها محامين المنخرطين وأعضاء الجمعية هما الذين يحضرون للدفاع عن الضحايا داخل جلسات المحاكم. كانت عندنا إشكاليات كبيرة خاصة، وهذه مسألة أساسية لابد أن أشير إليها كذلك، أن مجموعة من الملفات يتم تسييسها، هالتسييس كذلك ديال الملفات، وهنا أشير لا سواء على المستوى الوطني لا على مستوى الاستجداء بجمعيات ومؤسسات خارجية من أجل الضغط خلال مرحلة المحاكمة، الضغط على القضاء، ومن بعدها هناك مساومات، هناك ابتزاز بل أكثر من هذا بالنسبة للضحايا، وهناك كذلك تواصل من طرف دفاع عند ربها في السماوات العليا. هل يمكن أن تتنازل عن كل ما تعرضت له؟ توفيت وفقدت الحياة وهي تعطي الحياة لرضيع، اليوم يعيش بدون أمه، يعيش في كنف جدته. هل يمكن لهذه السيدة اليوم وهي في السماوات العليا أن تتنازل عن حقها وأن تغفر للذي اعتدى عليها وهي سياسية، أو لا العائلة ديالو كتنتمي لواحد الهيئة سياسية؟ عمر رضي الذي تبع في البداية من أجل التجسس، لأنه كان يصدر أو يبيع أو يتاجر في مجموعة من المعطيات تهم مؤسسات الاقتصادية ومؤسسات ديال البلاد ديال الخارج بمقابل قبل المتابعة والإدانة بالاعتداء الجنسي على إحدى الضحايا، ويعتبرون بأنه فوق القانون، وبالتالي هذا الشيء يغلفونه باش يتم تغليظ ليتم تغليظ الرأي العام على أن هذه ملفات سياسية. يتم اللجوء أكثر من هذا للبحث عن جوائز وعن تكريمات في الخارج من أجل أن يقوم هذا، حتى بالنسبة لجرائم التجسس التي ارتكبها في حق وطني وفي حق مؤسسات وطنه يتم المتاجرة بها للخارج. عندما سألت المحكمة أثناء المحاكمة عن مصير هذه التحقيقات، لأنهم يعتبرون أنفسهم صحفي التحقيق دي انفستيغاتور، يعني عمل سياسي أو لا موقف أو لا تحقيق أو لا من أي شيء داخل البلاد. إحنا كنعرفوا كلكم صحفيين وصحفيات تحررون مقالات، تنشرون صور إلى في إطاركم المهني من أجل الانتقاد. كذلك هناك مشاكل داخل المجتمع المغربي، هناك مشاكل ما خرجتش، لأنه ليس الهدف هو يبارطاجها ويتقاسمها مع الرأي العام أو ليتقاسمها مع المغاربة، بل الهدف ديالو هو يتاجر فيها من أجل يعني مصالح، أولا إساءة لبلادهم مع الأسف، إساءة لمؤسسات بلادهم،
وكذلك من أجل نفع مادي، لأن هناك دلائل قوية في نفس الإطار. حتى الاعتداءات الجنسية في الخارج، أظن المعارضة في زمانها في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات وحتى بداية التسعينات ضحى المناضلون بحياتهم بأسرهم بوقتهم وحريتهم، ودخلوا السجون من تزمان ماطم ولعلي شريف إلى غيرها من أجل أننا نصل البلد ديمقراطي تحترم فيه الحريات وفيه هامش كبير من الحرية. بكل المقررين الخاصين يبغوا المغرب، على عكس جيراننا الذين يقودون تدخل أو لا تواصل أي مقرر خاص. كل الإجراءات الأممية المغرب يرحب بها، لوضع تقارير الانتقاد، زيارة السجون، الوضعيات المعتقل إلى غير ذلك، وضعيات حقوق الإنسان بعد تأسيس طبعا الاتفاقية الدولية لمناهضة كل الأشكال التمييز ضد المرأة، والعهود الدولية طبعا للمغرب اليوم رفع مجموعة ديال التحفظات اللي كانت عنده سابقا بالنسبة لهذه الاتفاقيات. أعود لهذه الملفات كذلك، وكما تقول العرب ثالثة الأتافي ملف سليمان، وصناعة التقارير التي ترسلها الـ Human Rights Watch والـ Reporters Sans Frontières، ويمكن تطلعوا على ترانسبارونسي وغيرها من هذيك المنظمة ستوري جو مغابيل با لو نو، كلها منظمات تعتمد في تقاريرها على تقارير ترتيبنا على مستوى الدولي في احترام حقوق الانسان، ما يكونش يعني في المكان الذي يستحقه المغرب مع المجهود الكبير الذي يبذله في هذا الباب. ثانيا من اجل يعني تسويق صوره، وثالثا كما قلناها كاين هدف مادي من وراء هذا، لان هناك ناس كتستفد ماديا من مناضل، ونحن نعتبر بان التزامات المغرب مفروض فيه طبعا كل المنظمات الدولية توضع تقارير فقط كالتمسوا منهم اليوم. واش عمر Human Rights Watch ولا Reporters Sans Frontières ولا أي منظمة استمعت للضحايا واستمعت لآدم من أجل تكوين القناعة؟ أعتقد منظمة تحترم نفسها سياسية، واليوم وتلاحظون في كل مرة يتم استغلال هذه العلاقات، يتم استغلال المواقع الاجتماعية لتصريف مواقف مع الأسف الهدف منها أساسي هو استغلال هذه الملفات. وأنا قلتها لا من يدعون بأنهم مناضلين، هذه المناضلين الجدد ديال آخر زمان، ولا بالنسبة لهذه المنظمات. هو طبعا الهدف سياسي، فيه تمرير مواقف سياسية، كنظن فين المناضلين للدفاع على من اعتبروه ضحية ملف مفبرك، اليوم بقيت زوجة سليمان ريسوني تحرك بعض الخيوط وبعض المناضلين، بين قوسين مناضلين يحركون بعض الخيوط. بالأمس تم الناس اللي كيتكلموا على ذكرى 4 سنوات والمطالبة بإطلاق سراح سليمان ريسوني، هل أحد منهم كلف نفسه للاتصال بأدب والاستماع ليه والمعاناة اللي كيعانيها اليوم ضحايا الاعتداءات الجنسية؟ أؤكد بأنهم كيعانيوا أثناء الفعل الجرمي، من بعد الفعل الجرمي نفسيا، في المحاكم، بعد المحاكم، في التشهير، وما بالتالي كتعتبر كأي جريمة ارتكبت، وبالتالي يمكن متهم بالاغتصاب نعطيه سنة ديال الحبس. وكاين كذلك هذه الأحكام القضائية في الجانب المدني كتعطي تعويضات هزيلة ويصعب تنفيذها. كيف يمكن لهذه الضحايا أنهم ينفذوا الأحكام القضائية في الجانب التعويض المدني الذي لن يجبر الضرر؟ لأنه لن أطيل، يمكن تجاوزت الوقت القانوني اللي كنا متفقين عليه. أقول لكل الإخوان والأخوات الصحفيين والصحفيات خاصة، وأقول الضحايا، سنستمر لتحقيق أهداف الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. لن يثنينا عن ذلك لا الصراع بين
الحركة الوطنية مناضلي اليسار مع القصب في زماننا. اليوم المناضل هو الذي يلتحم من أجل ويساهم ويضحي من أجل استمرار في بناء مؤسسات وطنية. هو المغرب نتمنى أن يستمر في هذا المسار الذي طبعا نحن جزء منه كإطار مدني من أجل الدفاع عن حقوق الحيات وتدمير ملفات ضحايا الاعتداءات الجنسية. شكرا لكم. ريتاش الاستاذه نزهق وبيزا عضو تنفيذي الجمعيه غادي تسير. طبعا هناك مداخلات استاذ سليمي استاذ منير حليمه. شكرا لحضور الضحايا وتحية عالية لهن على شجاعتهم. إيمانا منا بمبدأ حق الإنسان في الحياة، حقه طبعا المتجلي في سلامة الجسد ديالو، وفاء لالتزاماتنا بالدفاع عن حقوق اعتبارا لتفاقم الحالات. اعتبارا لتفاقم الحالات التي يعيشها المغرب مؤخرا، إذ أننا نجد ارتفاعا مهولا في الاعتداءات الجنسية خاصة فيما من تكثف الجهود من أجل مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي يعيشها